مرحبا بكم معنا مجددا في حلقة أخرى من رحلتنا، رحلة اليوبيل الذهبي. حلقتنا اليوم بنتطرق فيها إلى موضوع الاستدامة والطاقة النظيفة وتنويع مصادر الدخل لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات. وجهتنا اليوم هي مدينة مصدر. بنلتقي مع ضيفتنا هناك، بتاخذنا في جولة حول مدينة مصدر، وبنتكلم معها عن شو حلول مدينة مصدر من ناحية الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة، وشو مخططاتهم المستقبلية كذلك. تابعونا. السلام عليكم. هلا وعليكم السلام. كيف حالك عايشة؟ حياك يا أخوي. الله يحييك. الله يسلمك. عايشة، ممكن تكلمين عن نفسك؟ أنا عايشة العيدروس، رئيس دعم الأعمال في الطاقة النظيفة في شركة مصدر. مصدر لنا فوق ال 15 سنة الحين، مسيرتنا كملنا 15 سنة، بدينا في 2006. نحن نستثمر ونطور في مجال الطاقة النظيفة، ونساهم في أجندة الدولة للحد من تأثير التغيير المناخي سواء في الإمارات أو في العالم. عايشة، شو بنشوف اليوم؟ ناخذ جولة في مدينة مصدر بإذن الله. تفضل. يلا تفضل. تعتبر مصدر فري زون، عندنا تقريبا فوق 900 شركة موجودة داخل مدينة مصدر. 900 شركة في مدينة مصدر. نعم، منوعة ما بين شركات في مجال الطاقة المتجددة، عندنا مؤسسات مهمة مثل مؤسسة ايرينا اللي هي الانترناشنال رينيوبل انرجي ايجنسي، ومقرها في الامارات في ابوظبي في مدينة مصدر. زين، نكمل جولتنا. تصميم المباني، التصميم التقليدي أو المستوحى من تاريخ المنطقة، والتصميم الحديث. نعم. شو وجه الربط بينهم؟ دمج ما بين الحديث والتقليدي. نحن مصدر نعم نستخدم تقنيات اللي موجودة ومتوفرة، وتبين التزام مصدر بالبحث عن كل مجالات التطور. فكرة المشربية موجودة في منطقتنا، تشوفها في المباني الحمر هني، المباني التقليدية، فهذه تخفض من أشعة الشمس اللي ممكن تدخل داخل المبنى، وبالتالي تبرد على درجة الحرارة اللي موجودة في داخل المبنى. أو إذا تشوف خوي أحمد بعد في الأسطح عندنا ألواح شمسية. نعم، فنحن بعد نستبد جزء من الطاقة اللي نستخدمها في استخداماتنا في المكتب من خلال الطاقة اللي نستمدها من الألواح الشمسية. عايشة، نحن نسمع صوت أكيد لاقطنا المايك، ممكن تكلمينا عن مصدر هذا الصوت؟ شوف هني قدامنا أخوي أحمد برج الرياح، الوين تاور اللي موجودة داخل مدينة مصدر، مستمدينها من فكرة البرجيل اللي هي موجودة في مبانينا القديمة. تقنية من وراها أنها تدفع بالرياح من داخل البرج، فتستوي مثل عملية التبريد، ترفع اللي هو الساخن. نعم. وتنزل اللي هو البارد. السيارة هذه؟ نعم، سيارة نافيا، مركبة ذاتية القيادة، تعرف مسارها، مسارها محدد، عندها سنسورز في كل الاتجاهات، وآمنة 100%. مصدر بدأت 2006. 2006 نعم. بدأت في مكان معين، هل توسعت؟ نحن بدينا بداية بسيطة في مدينة مصدر، كانت مكاتبنا بسيطة وقتها، وانت مثل ما شفت تجولنا داخل مدينة مصدر، وهذه نواة مدينة مصدر. تعرف نحن كدولة الإمارات من أساسيات اقتصادنا هو النفط والغاز التقليدي، ففكرة الطاقة النظيفة أو الطاقة المتجددة كانت غريبة على عالم الأعمال وعالم الاقتصاد عندنا. فالحمد لله ولله الحمد، نحن بعد 15 سنة من مسيرتنا نعتبر من الشركات المطورة والمستثمرة الرائدة في مجال الطاقة المتجددة. نحن متواجدين في أكثر من 30 دولة حول العالم. كيف ساهمت مشاريع مصدر للطاقة النظيفة في أهداف دولة الإمارات المستدامة وخطط تنويع الاقتصاد لدولتنا؟ نحن هدفنا أن نوصل لرؤية دولة الإمارات 2050 في التنوع من مصادر الطاقة، يكون الطاقة المتجددة فيها تساهم 50% من المزيج العام. تكلمتي عن رقم مهم جدا بالنسبة لنا حاليا، 50. أهداف مصدر للخمسين سنة القادمة؟ مصدر بتكمل مشاريعها، تكمل استثماراتها، يكون فكرة الاستدامة والطاقة المتجددة راسخة
في أذهان مواطني ومقيمي دولة الإمارات. نتكلم شوي عن الكوادر اللي موجودة في شركة مصدر. نعم، كوني إماراتية أتكلم بكل فخر أن فوق 55% من الطاقم طاقم الموظفين في مصدر من مواطنين دولة الإمارات. عائشة، شو مصدر بالنسبة لك أنت؟ أقولها بكل فخر وبكل ود. في كلمة نستخدمها نحن في مصدر مشتقة من كلمة مصدر اللي هي مصديريا، تعتبر لكثير من مصدر هي العائلة الثانية لنا. أنا لي 5 سنين في مصدر وأتمنى أني أكمل مشواري ومسيرتي في مصدر بإذن الله. شكراً على وقتك معانا وعلى المعلومات الشيقة اللي شاركتني. شكراً أخوي أحمد، وكان لنا دعاء السرور استقبالك في مدينة مصدر. حلقة مميزة وجميلة استعرضنا خلالها جهود مصدر في تنويع مصادر الدخل لدولتنا الحبيبة، وجهودهم لإيجاد حلول نظيفة ومستدامة للطاقة المتجددة. أتمنى أنكم استمتعتوا معانا، الرحلة ما زالت مستمرة، وأتمنى أنكم تتابعونا في الحلقة القادمة.